مسمى مشروع ذا بلاك إلين أو الأسود الغريب. قام هذا الشاب صاحب الصورة الجميلة والوجه الحسن بتغيير شكله بطريقة جنونية، وأراد بهذا التغيير أن يكون شخصا مختلفا كليا ليكون متشبها بالكائن الفضائي الذي بالأصل لا وجود له. يبدو أنه قد عاش طفولته متأثرا بالشخصيات الكرتونية التي كان يتابعها، وكان حلمه عندما يكبر أن يكون واحدا من هذه الشخصيات المميزة والغريبة. الأمر لم ينتهي بالوشوم التي غطى بها كامل جسده، بل وبدأ باستئصال عدة أجزاء وأعضاء من جسده. بدأ الأمر من أنفه ومن ثم لسانه، واستأصل أذنيه، أكمل إلى أصابع يديه ليكون بثلاث أصابع مثل الكائن الفضائي، ومن ثم أكمل بمشروع استئصال أعضاءه حتى وصل به الأمر إلى أن يتخلى عن ساقه، وهو ليس بنادما على ما فعل، بل يعيش حياته بشكل طبيعي، يمارس الرياضة ويعمل في مركز لرسم الوشم، ولا يهمه ما يقال عنه بين الناس. برأيكم هل هذا العمل يمكن أن يفعله شخص عاقل؟ حتى المجنون لا يفعل ما فعله، إلا أنه استحوذ عليه الشيطان واتخذه وليا من دون الله. نسأل الله العفو والعافية في الدنيا والآخرة. في الأمس شاب ياباني يحول نفسه إلى كلب، ويأتي هذا ليحول نفسه لكائن فضائي، ولا ندري أن يكون القادم أعظم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، ربنا لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. قبل أن تغادر لا تنسى الإعجاب والاشتراك.